ممكن افهم الهزيل اللي انت بتهزيه ده؟ ايه اللي انت بتشوفيه وانت نايمه؟ هزي؟ اه هزي. ما هو انت بقى لو مخاويه ولا راكب الجن انا عارف مشايخ كتير قوي يصرفوه في ثانيه، انما بقى متسوحه ومسوحه كل دول وعايزه تسوحيني معاكي ورحمه ولدي ما هيحصل. تعالي يا عمر شيل ايدك من عليا. طيب حلمتي بايه؟ لسه ما انش الاوان يا عمر. ما انش الاوان؟ طب ورحمه حمزه لو اوريكي. هتعملي ايه؟ ارمي اللي في ايدك ده وتعالي معايا. يلا هاتشي ورانا. جواري انت كويس؟ كويس. هتفضل باصص لي كده كتير؟ اللي يشوفك وانت بتشدني يقول ان انت عندك حل. هو في مشكله لو بصيت لك؟ بقولك ايه، انا دماغي فيها اللي مكفيها، لو عندك حل اللي بيحصل ده قوله خلصني، لو ما عندكش بقى سيبني اروح لحالي. طيب اعتبريها لعبه، هنفضل باصين لبعض من غير ما حد يحرك عينيه. نعم. واللي يحرك عينه الاول يبقى خسران. انت مجنون يا عم انت. تحبي تلعبي على ايه؟ انت زي متاكد قوي كده ان انا هسمع كلامك؟ لو خسرتي هتسمعي كلامي ايا كان اللي هقوله لك، ولو كسبتي هروح معاكي طماطم واعملي اللي في دماغك. انت بتتكلم جد؟ ده شكل واحد بيهزر. افرض كسبتك هتكسر كلام فتحي وتاخدني معاك؟ وانت مالك ومال فتحي؟ قدامك كتير؟ انا جاهز. فاكر أول مرة لعبناها سوا؟ كانت أول مرة تنامي فيها. واللي يبربش هو الخسران. ييه! خسرت! ليه عندك طلب؟ لو إيه حصل هتنفذيه. طب ما ينفعش نلعبها تاني؟ ولو كسبتك تعمل اللي انت وعدتني بيه؟ المفروض ان اللعبه دي مره واحده بس، نخليهم اتنين عشان خاطر عيونك يا قمر. لو لقيت نفسك زهقانه وعايزه تتكلمي هتلاقيني هنا، اروح لهم انا بقى. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.